أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين حضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله العزيز، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورة العصر لفظ بلفظ پڑھنا سیکھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر